يتعلق بالاضرابات ديال التجار. فعلا بعض المدن احدى المدن سجلت اضراب من بعد الوصول الاتفاق، لكن هنالك مدن اخرى الغت الاضراب بعد صدور المذكره ديال المديريه العامه للضرائب. السيد وزير الصناعه لهذا الاسبوع في البرلمان قدم توضيحات كافيه واعطى ضمانات وطمئن التجار الصغار اللي هما غير معنيين بنظام الفوتره باعتبارهم خاضعين لنظام جزافي من ناحيه الضريبيه، اللي عندهم رقم معاملات اقل من مليون درهم اصلا ما خاضعينش لنظام ديال الفوتره. ثانيا، نظام الفوتره الالكترونيه التنزيل ديالو مرتبط بنص تنظيمي، هذا النص التنظيمي لم يصدر بعد، والتزمت الحكومه وهذا راه كالتزام سابق ولكن تم تأكيده على أنه لن يصدر إلا بعد الاتفاق مع المهنيين. وفي نفس الوقت العمل على النهوض بالوضعية ديال التجار خاصة على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية يمثل قضية وأولوية بالنسبة للحكومة، وهذه نقطة ثالثة جد هامة، مسألة ديال التغطية الصحية ومسألة ديال نظام للمعاشات باعتبار هذه مهن حرة ومستقلين. القانون سبق أن التزمنا باعتماده وفعلا صادق عليه البرلمان، وبعد ذلك في 2018 تمت المصادقة على المراسيم، والآن سنشرع أيضا في تنزيلها مراعاة الأولوية هذه الفئة على المستوى الاجتماعي بالنظر للدور ديالها من ناحية الاقتصادية. هم عصب ديال الاقتصاد الوطني وعندهم واحد المكانة كبيرة في هذا المجال. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.